تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التاريخ، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، ضع كل كلمة في مكانها المناسب. مولدي التاريخي محرم محمد صلى الله عليه وسلم، هجرتي عيسى عليه السلام هجري ميلادي. ينقسم التقويم إلى تقويم وتقويم، لأن هنا تقويمان. ينقسم التقويم، أحسنتم، التاريخي، التقويم التاريخي، ينقسم التقويم التاريخي إلى، يوجد تقويمان، أحسنتم، التقويم الميلادي والتقويم الهجري، التقويم الميلادي والتقويم الهجري. إذن ينقسم التقويم التاريخي إلى تقويم ميلادي وتقويم هجري. يوجد تقويمان، التقويم الميلادي والتقويم الهجري. أولا التقويم الميلادي يبدأ من سيدنا، إذا التقويم الميلادي يبدأ من، أحسنتم، مولد سيدنا عيسى عليه السلام. بدأ التقويم الميلادي منذ ولادة سيدنا عيسى عليه السلام. إذا مولدي سيدنا عيسى عليه السلام. منذ مولد عيسى عليه السلام بدأ التقويم الميلادي. التقويم الهجري يبدأ من، متى يبدأ التقويم الهجري؟ أحسنتم، من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يبدأ من هجرتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نراجع، ينقسم التقويم التاريخي إلى تقويم ميلادي وتقويم هجري. التقويم الميلادي يبدأ من مولد سيدنا عيسى عليه السلام، والتقويم الهجري يبدأ من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. تبدأ السنة الهجرية بشهر، إذا السنة الهجرية فيها 12 شهرا مثل السنة الميلادية. السنة الهجرية 12 شهرا، الشهر الأول هو، تبدأ إذا الشهر الأول، أحسنتم، هو محرم. لدينا الشهر الأول محرم، ربيع الأول، ربيع الأول محرم، صافر، ربيع الأول، ربيع الثاني إلى آخره. إذا الشهر المطلوب هو الشهر الأول من السنة الهجرية يسمى محرم. ننتقل إلى التمرين الثاني، اربط كل حدث بتاريخه. لدينا أحداث، لدينا التواريخ، كل حدث أربطه بالتاريخ المناسب له. إذا لدينا عيد الطفولة، عيد الاستقلال، يوم العلم، عيد العمال، كلها أحداث. ولدينا التواريخ، أول ماي، أول جوان، 5 جويلية، 16 أفريل. إذا نبدأ الأول، عيد الطفولة، أحسنتم، تاريخه هو أول جوان، نربط بالتاريخ أول جوان. عيد الاستقلال، أحسنتم، 5 جويلية. الحدث الثالث، يوم العلم، نحتفل به، جيد، 16 أفريل. عيد العمال، كل سنة نحتفل به، جيد، أول ماي. إذن كل حدث وله تاريخ معين. نراجع، عيد الطفولة أول جوان، عيد الاستقلال 5 جويلية، يوم العلم 16 أفريل، وعيد العمال أول ماي. التمرين الثالث، اربط كل تاريخ معلمي بالحدث الذي يخصه. إذن عندنا كل تاريخ معلمي بالحدث الذي يخصه. التاريخ المعلمي يوجد أربعة، التاريخ المعلمي الشخصي، التاريخ المعلمي الاجتماعي، التاريخ المعلمي الوطني، والتاريخ المعلمي العالمي. التاريخ المعلمي أربعة، وهنا الحدث الذي يخص، أحداث تخص فئة معينة من المجتمع، أحداث تخص أشخاص معينين، أحداث تخص كل شعوب العالم، أحداث تخص الشعب الوطني الواحد. إذا كل حدث نربطه ب
التاريخ المعلمي الذي يخصك. أولا، أحداث تخص فئة معينة من المجتمع، فئة معينة من المجتمع. إذا نقول أنه أحسنتم التاريخ المعلمي الاجتماعي، مجتمع اجتماعي. إذا التاريخ المعلمي الاجتماعي يخص أحداث، يخص فئة معينة من المجتمع. أحداث تخص أشخاص معينين، شخص أو أشخاص معينين. أحسنتم التاريخ المعلمي الشخصي. مواصل، أحداث تخص كل شعوب العالم، كل شعوب العالم. العالم، أحسنتم التاريخ المعلمي العالمي. أحداث تخص الشعب الوطني الواحد، الوطني الواحد مثل الوطن الجزائري. التاريخ المعلمي الوطني. إذا نراجع من الجهة الأفضل، التاريخ المعلمي الشخصي يخص أشخاص معينين، التاريخ المعلمي الاجتماعي يخص فئة معينة من المجتمع، التاريخ المعلمي الوطني يخص الشعب الوطني الواحد، والتاريخ المعلمي العالمي يخص كل شعوب العالم. ننتقل إلى التمرين الرابع. صنف في الجدول حفل التكريم، المولد النبوي الشريف، عيد الثورة، اليوم العالمي للبيئة، حفل ختان، حفل زفاف، يوم العلم، اليوم العالمي للعمال. إذا نبدأ، حفل تكريم مثل تلميذ تحصل على المرتبة الأولى أقيم له حفل تكريم هذا التلميذ. إذا تاريخ معلمي، أحسنتم شخصي، حفل تكريم يخص شخص أو أشخاص معينين. إذا تاريخ معلمي شخصي، حفل تكريم. نواصل، المولد النبوي الشريف. إذا هل يخص كل العالم؟ لا، بعض الدول لا تحتفل بالمولد النبوي الشريف. هل يخص وطننا الجزائر فقط؟ لا، يوجد دول أخرى تحتفل. هل هو يخص أشخاص معينين؟ لا. إذا نعتبره تاريخ معلمي اجتماعي، المولد النبوي الشريف. يخص فئة معينة من المجتمع. نواصل، عيد الثورة، الثورة الجزائرية تخص وطننا الجزائر. إذا تاريخ معلمي وطني، تاريخ معلمي وطني، عيد الثورة. نواصل، اليوم العالمي للبيئة، العالمي مباشرة، تاريخ معلمي عالمي. حفل ختان، طفل صغير أقيم له حفل ختان. إذن يخص شخصا معينا، نقول أن تاريخ معلمي شخصي، حفل ختان. نواصل، حفل زفاف، حفل زفاف هو العكس. إذن يخص فئة من المجتمع، نقول أنه تاريخ معلمي اجتماعي. واصل، يوم العلم، هل يحتفل به كل العالم أم فقط الجزائر؟ يوم العلم يحتفل به فقط في الجزائر. إذن تاريخ ما يخص وطن الجزائر، نقول أنه تاريخ معلمي وطني، يوم العلم. اليوم العالمي للعمال، العالمي مباشرة، تاريخ معلمي عالمي. العالمي
النبي العمال. إذا نراجع، أحداث التي تخص التاريخ المعلمي الشخصيون يخص حفل تكريم، حفل ختان، التاريخ المعلمي الاجتماعي مولد النبوي الشريف، حفل زفاف، التاريخ المعلمي الوطني عيد الثورة ويوم العلم نحتفل بهم فقط في الجزائر، التاريخ المعلمي العالمي يحتفل به كل سكان العالم، اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للعمال. التمرين الرابع الخامس عفوا، المراحل التاريخية أربع، أذكرها. إذا يوجد أربع مراحل تاريخية، قسم المؤرخون الفترة التي عاش فيها الإنسان إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. المطلوب كتابة المراحل. المرحلة الأولى أحسنتم هي مرحلة التاريخ القديم، هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية جاءت بعدها مرحلة التاريخ الوسيط، مرحلة التاريخ الوسيطي. ثلاثة من بعدها المرحلة الثالثة هي أحسنتم مرحلة التاريخ الحديث، التاريخ والمرحلة الأخيرة التي نحن فيها الآن هي مرحلة التاريخ المعاصر. إذا قلنا قسم المؤرخون التاريخ إلى مراحل، المرحلة الأولى مرحلة التاريخ القديم، بعدها مرحلة التاريخ الوسيط، ثم مرحلة التاريخ الحديث، والمرحلة التاريخ المعاصر الذي نحن فيها الآن. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.